السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رياض بدر من كلية علوم التكنولوجيا خان يونس. راح نحاول في المشهد تبعنا هذا نعمل صالة عرض لفيديو. خلينا نشوف. في البداية راح نيجي ونعمل عنا بوكس، نيجي على نافذة التوب وحاول أعمل البوكس تبعي اللي هو راح يشكل غرفة الاستوديو. أجي هان إيديت بولي، أختار إيديت بوليجون واختار البوليجون واعلم على المسطحين هدول واعملهم ديليت. اعلم على المسطحات اللي عندي كلها واعملهم فليب. هيك صار عندي من الداخل عشان يكون عندي الاستوديو، غرفة الاستوديو. غرفة الاستوديو المفروض تبقى شوية اكبر. راح اجي على الفيرتيسيز حاول نضبط من عندنا، ارجع على الفرتسيز والمفترض هي تبقى شوية اطول. راح اخدها هيك، صارت عرض شوية كبيرة وتبقى من جوا برضو داخلة بهيك شكل. هيك انا عايز سالت العرض كله. اوكي، ان المشهد هذا عجبني او هذه هيك الزاويه عجبني، اعوز كنترول سي عشان احط كاميرا تحفظ المشهد اللي عندي. عاود اعيد كنترول سي وحفظت المشهد اللي عندي. اوكي، عاود ارجع على البرسبكتيف، اعوز حرف البي واجي اشوف انا بدي احط خشبة المسرح اللي عندي هنا. راح اجي انا عايز بوكس ومن نافذة التوب راح احط، خلينا نعمل سناب اذا احنا عايزين. افعل سناب، انا عايزه للفيرتيسيز. اوكي، افعل خاصية سناب. عايز الصالة او خشبة المسرح تكون بهيك شكل. واضح اني ما كنتش كتير موفق في عملها ديليت، وعاود اعملها من اول جديد. اي بوكس من نافذة التوب ارفع واعملها السمك تبعها. يبدو انه السناب عامل مشكلة معي، الغي عملية السناب واعود من اول جديد. اجي هان هاي خشبة المسرح ارفع شوية لفوق بهيك شكل. اوكي، انا يهيأ لي انه خشبة المسرح، شوف من الزاوية هذه خشبة المسرح بدها شوية اعدادات ضبط اعلم عليها. تالي هيك هي شوية الطف. اوكي، خشبة المسرح انا عايزها يبقى فيها درج، وبالتالي راح اجي نختار بوكسز، او قبل راح اعملها ايديت بولي واعمل اللاين اللي هنا تشنفر علم عليه. يبدو اننا علمت على البوكس، علم على اوكي ايديت بولي، اختار الايدجز واعمل هنا تشنفر تشنفر، ازيد القيمة شوية وازيد عدد الخطوط المكونة هيك تيالي. اوكي، راح يبقى في عندي ميلان صار. نشوف هيك شكل. اوكي، راح اجي اعمل الدرج، اجي على بوكس ومن نافذة التوب انا عايز الدرج يجي، عايز الدرج يجي في المنطقة هذه، هاي ارتفاع
اوكي اجي على اعداداته، عايزه يبقى شوية اطول وارفع بهيك شكل. اوكي اجي من هان، هاي درجة طبقة الدرجة الاولى، وهي راح اعمل شيفت، وانا عايز درجة تانية زي هيك، وعايز كمان كوبي لنسخة تالتة، او خلينا انستانس. اوكي ياريت لو رفعنا هذا شوية صغيرة، وكمان هذا شوية صغيرة، الامور هيك بصير جيدة. اوكي هذه المنطقة راح تكون درج، انا عايزها تبقى شوية اعرض. بهيك شكل. اوكي نرجع شوية لورا، وراح اجي اعمل عملية بولين عليها. راح اعلم البوكس تبعي، واجي اختار كومباوند اوبجكت وبولين، واختار الدرج بيك، وهي اول عتبة الدرج. اوكي راح اجي اعمل كمان مرة بولين وبيك للبعديها، هاي الخطوة الثانية، واعمل بولين وبيك للثالثة. هيك انا عملت عتبات الدرج تبعوني. ضايل اعطي لهم شوية خامات، او احط شوية خامات. واضح السقف عندي، اجي احاول اضبطه بوليجون واعلم عليه واعمل له فليب اشوف. اوكي راح اجي على الخامات اعطي له الشكل تبعي كله او من غير، اعلم عليه واقول له انت خلي لونك، انا عايزه يبقى احمر، مش محتاجين نحط ماتيريال مبدئيا. اجي على المصطبة واعلم عليها، انا عايز شوية شغلات. اول حاجة انا عايز يبقى في عندي نقش على واجهة واجهة خشبية هنا، وانا عايز يبقى لون فيه لون احمر فوق. اوكي راح اجي هنا اختار edit poly، واختار المسطحات اللي عندي، انا عايز الدرج والواجهة يكون بلون معين، وبالتالي انا راح اختار كل الجسم اللي عندي، كل المسطحات اللي عندي، واعمل استثناء للواجهة هذه. وعتبات الدرج. نيجي على الزاوية من هان ونحاول نعمل سيلكشن. انا كمان الزاوية هذه او الميل هذا انا عايزه ما يكونش، ايوه وهذا كمان نفس الشيء. اجنور باك فيسنج عشان نتغلب على المشاكل، ونيجي انا الدرجات عايزهم هذا منهم سيلكشن بهيك شكل. اوكي هذا راح اعطيه رقم واحد كماتيريال، واسميه توب، وراح اعمل edit select inverse، واسمي او اعطي له رقم اثنين واسميه فرونت. صار في عندي التوب والفرونت. اوكي التوب
راح يكون عنده لون احمر. راح اجي انا على الماتيريال واختار مالتي سب اوبجكت، واحد منهم راح يكون لونه احمر، اوكي، والثاني راح استخدم فيه نقش بيتماب واختار من السوق البيتماب النقش تبعي. انا عايزه في ماي دوكيومنت تكستشر، اوكي، اللون الاحمر هو رقم واحد، واختار انستنس هنا والنقش رقم اثنين وبرضو انستنس. اخذ الماتيريال تبعتي هذه واعملها اساين للبوكس اثنين، اجي هنا اعمل له شو عشان اشوف النقش تبعي. اوكي، الامور يعني مبدئيا جيدة، بس النقش جايب صورة غير مضبوطة كتير. اصغر حرف سي اشوف مشهد الكاميرا، اوكي، عايز اعلم على الفرونت، واختار يو في دبليو ماب عشان اضبط ان التكستشر اللي عليها يو في دبليو ماب. راح اختار يبقى بلان، تيالي عايز اعمل له شويه دوران، اختار الجزم اللي هان واجي اعمل له دوران للبلان تبعي بزاويه 90 درجه، واختار من تحت هنا فيت، واحطه بالشكل هذا. نقرب النقص شوية ونحاول نضبط اعداداته. انا عايز تقريبا بهيك شكل. هيك شكل، اوكي. اجي على الماتيريال ونفس النقش تبعي، اوكي هيك جيد، بس عايز اعمله بامب عشان نعطيني احساس بالبروز الموجودة فيه. هاي بامب، واجيب نسخة على البامب واعملها انستانس وازيد القيمة شوية بهيك شكل، اوكي. انا هيك خلصت من المسرح تبعي او خشبة المسرح. انا عايز اعمل المراية. اول شيء اللون هذا انا شايفه شوية فاتح، عايز يبقى احمر بهيك شكل، اوكي. انا عايز اعمل شغلتين، لقيت ضايل اعمل المراية واعمل البروجيكتور وهو بيعرض على، او ال سي دي هو بيعرض على الحيطة، واعمل شوية الكراسي الموجودة داخل المسرح. نعمل اول شي المراية، راح تيجي بوكس، بهيك شكل، وهي سمكها. اجي اختار ايديت بولي، واختار البوليجون، واحاول اعمل المراية الها مسطحات بيفل، اعمل دخول شوية عشان يكون هذا اللي عندي هو عبارة عن اطار للمراية تبعي او برواز المراية. هي ابلاي، وانا عايزه لقيته يدخل لجوا عشان تكون المراية داخل لجوا، عشان داخل لجوا احسن ما كان نشوفها من نافذة التوب. تيالي هيك الامور جيدة، وهي ابلاي، هو الجسم هذا كله عايزه يبقى في الحيطة. رجعه، عايز المراية كلها تكون موجودة داخل الحيطة.
اوكي راح اجي بنفس الطريقة، اختار مسطح الجوا، او خلينا نعملها بطريقة تانية، اعملها باليمين convert to editable polygon، واجي اختار الماتيريال، عايز واحد تبقى لوح خشبي، وبالتالي راح اجي اختار من هان الوود الموجودة تحت عندي. اوكي هذا الوود راح اعطيه لمسطح، وهذا راح اعطيه يكون عندي لوح الاكزاز تبعي، راح اعطيه للمسطح الداخلي هذا، علم عليه، وعلى هذا اعطي له الساين، اعمل edit select inverse، واعطي له الساين للوح الخشبي تبعي، واقول له شو راح الاحظ زاوية المشهد تبعي انه هذا المفروض يكون مراية، وهذا هو اللوح الخشبي الموجود عندي. اوكي اعلم على المراية، لقيت اول على الخامة تبعت المراية، واجي انا عايز المراية ماب، راح اختار ريفليكت عشان تعكس، واختار هنا ريتريس. اوكي نحاول نعمل رندر ونشوف النتائج. الأمور كويسة هنا، وعاملة عرض، ومبين إنه المراية عاملة انعكاس.